مساء الخير عليكم، معكم المهندس روماني حنا. النهاردة هتكلم عن برنامج الأصفاير وكيفية إعداد ملفات الروتري أو مخرطة السي إن سي أو مكنة الشوكة، تمام؟ بناء على طلب من الإخوة الأعضاء طبعا، تطلب واحدة ننفذ. المهم هنجيب نفتح الأصفاير بتاعنا، تمام. طبعا الواجهة مش هتختلف كده عن أرتكام، تمام، بس هنا مش هنعمل كريت نيو فايل، هنا هنخش من جاب جيتس ونخش على رابينج وراب جوب سات اب، تمام. مش الانجليزي بتاعي يعني على قد، عشان انا اصلا خريج معهد دون بوسكو الايطالي، فالانجليزي مش قد كده. المهم اول حاجة هنحطها هنا في طول العمود بتاعك، وخلي بالك انك لازم تسيب 10 سنتي، تمام، ما بين اخر الشغل بتاعك وما بين الظرف، تمام، عشان تخيل كده لو بنطة ماشية هنا ورجعت لا قدر الله تلاقي الظرف هنا ممكن تعملك مشكلة، فتخلي بالك جدا انك تسيب هنا حوالي 10 سنتي، تمام. بتحط طول العمود بتاعك بعد 10 سنتي، يعني لو 130 هتخليه 120، تمام، يعني لو 1300 هتخليها 1200. والدياميتر بتاعك هنا بتحط القطر النهائي، تمام، يعني انت لو عندك مثلا عمود 10 في 10 هيتدور مثلا على 90، تمام، هتقوم 90 مللي، تمام. خلي بالك هنا القطر النهائي، وتقوم انا الوحدة بتاعتي ملي متر، والمخرطة بتاعتي بتبقى عمودية مع محور الواي، وهنا بتخلي السنتر بتاعك في النص، تمام. وهنا بيقولك الصفر بتاعك من الصفر بتاع الزومبا من منتصف العمود ولا من فوق العمود، فانت هتقوم من فوق العمود، وهتقوم انا هدور عمود مش هعمل سبيرال. طبعا هنتكلم في الحاجات دي، هنتكلم في السبيرة، وهنتكلم ان ازاي تعمل شبكة، وازاي تعمل رسومات عادية، وازاي تعمل امبورت ال STM مودم انك تظبطه. المهم حطيت المقاسات بتاعتك، تمام، بتبتدي تعمل مستطيل. المستطيل قلنا 90، تمام. هو هنا بيقسم لي الدايرة بتاعتي، بيجيب المحيط بتاعها، تمام، يعني بيضرب التسعين، عارفين طبعا محيط الدايرة كام، بجريكو في الدي، يعني 90 في 3 14، تمام، نضرب 90 في بجريكو 282، تمام. هو كده كان أصبر حولني التسعين دي وضربها في القطر وعملني مساحة الشغل بتاعتي، تمام. بس أنا هعمل مستطيل بتاعي عشان أعمل مسحة أرضية عشان أدور العمود، فهعمله مستطيل زي ما اتفقنا، تضرب القطر في بجريكو وتحط المقاس بتاع العمود، تمام. جريت، بص ركزوا هنا، هتلاقوا داشات اهو، ادي العمود بتاعه، تمام. عملت العمود بتاعك، بتخش على التون باص. اول حاجة بتعملها مهمة جدا ان هي الماتيريال، تعمل ست ونركز هنا. بيقولك ان الماتيريال سيكنس بتاعك 45، هتقول له لا انا حاطط العمود بتاعي لسه خشب مربع 10 في 10، انا لسه هدوره. هتقول له طب يعني نص الماتيريال كام؟ نص الماتيريال لان هو هنا، هنا 50 وهنا 50، تمام، تحاول تخيله معايا، هنا 50 وهنا 50، فنص الماتيريال من السطح 50 50 مللي، فهتقول له مش 45، لا 50. يبقى هنا بحط القطر الفعلي من العمود المربع، تمام، بقوله 50، وطبعا بسيب الزد زيرو معايا فوق، وبخلي السنتر بتاعي في النص، وهنا زي الارتكام المؤشر بتاعك بتاع الرسمة طبعا دايما بيبقى فوق، تمام. وهنا السيف زد، السيف زد زد وان دي بتبقى سرعة المكنة، تمام. للناس اللي دارسة جي كود عارفة جي 91 وجي 90، ده بيبقى جي 91 كان بيبقى سرعة المكنة سريعة، وجي 90 كان بيبقى سرعة المكنة بطيئة، تمام. فالخمسة ديت سرعة المكنة البطيئة أو الفيد ريت اللي انت هتدخله، تمام. وبعد كده بتقول اوكي، وبعد كده بتحدد المستطيل بتاعك وبتعمل مسحة أرضية، مسحة أرضية عادي جدا، تمام. ستارت ديبس طبعا صفر، متعودين على من الأرض كام. كات ديبس ده بيبقى عبارة عن ايه، بيقولك أنا المربع بتاعي 10 في 10، تمام، أو 100 في 100، 100 مللي في 100 مللي، تمام. فهيشيل من هنا
خمسة مللي ومن هنا خمسة مللي عشان الداير بتاعك في الآخر يديك 90 على الداير، تمام؟ يبقى انت القط دبس بتاعك 5 مللي على الداير هيديك 10 مللي. معايا؟ أكيد معايا. أمور في أي أسئلة لا تحت أمركم. المهم باص دبس دي عندي ستيب داون، تمام؟ طبعا الستيب داون متعودين ان هي تبقى دايما نص خطر البونت، تمام؟ بس طبعا ده عشان مربع ولسه هدوره في مربعات وهتقعد تخبط منك عشان تحافظ على المكنة وتحافظ على البونتة، بتخليها دايما الربع. يعني لو هتشتغل بونتة 12 طبعا كل ما كانت بونتة كبيرة كانت تبقى أحسن، لو يعني عندك 15 حطها، وخلي برضو الباص ديبس بتاعك خليها 4 مللي 3 مللي متزيدش عن كده، تمام؟ والستيب اوفر بتاعك برضه هتخليه 3 مللي الربع بتاع البونت. معايا؟ ده في حالة تدوير العمود بس. طبعا السرعات بتاعتنا يستحسن في الأخشاب، وفي نفس الوقت عشان قلنا مربع وهيتنفف فخليها 70-30، خليك شغال على سرعة عالية شوية، تمام؟ وتديله اوكي. حط الدبوس ده كده. طبعا هنا اوفست وانا راستر، تمام؟ انا بفضل دايما ان انا اشتغل راستر، تمام؟ يعني التصميم دوت لما كنت بعمله اوفست كان بيسيبني هنا ماتيريال ما كانش بيشيلها، تمام؟ فحليت المشكلة ديت ان انا كنت بعملها راستر، بس طبعا عشان لسه هدور العمود فبعمل الكود اوفست. معايا؟ فخلي الكود اوف بتاعي اوفست. وهم كان كونكريت بيبقى عندك بالشكل ده. نعمل السيموليشن، نبطلها كده ونسيبها. هتلاقي العمود مشي معاك كده. طبعا انت هتسنتر من نص العمود هنا. معايا؟ يستحسن كمان انك تمشي اوفست، لان البونطة بص بتبقى ماشية كده كده، يعني ايه؟ يعني ماشية مع المربع مش ماشية عكس المربع، بس احسن تخليك اوفست وانت بتمسح، تمام؟ طبعا الاسباير بيفرد العمود بتاعك. معايا؟ العمود بتاعك بيبقى شغال، بيبقى بيلف كده والبنطة شغالة فوقيه. طبعا مش عارف امسحها بالظبط بس لازم تتخيل معايا. مهم تعمل هنا كلوز وتجيب الكود بتاعك وتعمله سيف، تمام؟ سيف تون باص، وتختار الامتداد ده. الامتداد ده شغال على معظم مكان ماك 2 3 وير 2 اكس اي تي سي مليمتر دوت تكست، تمام؟ وتقوم سيف تون باص. بصوا هنا بقى، عشان انا حطيت الماتيريال بتاعي 50 فعندك انت القطر بتاعك 100، طبعا انا حاططه بعد كده نزلت 5 من هنا و5 من هنا فهيبقى 90 على الدقيقة كده، مش تمام؟ هو بيأكد عليك ان الصفر بتاعك هيبقى من فوق، تمام؟ تقول له اوكي، بتسيبه مكان ما المكان اللي انت هتسيبه فيه. اتمنى يكون الشرح وافي، واي اسئلة طبعا هتلاقوني على الجروب هنا. شكرا.